فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤيا بالقلب؟ لا، الرسول ما رأى ربه في الدنيا ولا ليلة المعراج، ما رأى ربه، وإنما نراه يوم القيامة، لأننا في الدنيا ما نستطيع أن نرى الله جل وعلا، ما نستطيع. الله لما تجلى للجبل تدكدك، وكيف بالإنسان الذي هو لحم دم، ما نستطيع رؤية الله. وأما في الآخرة فالله يعطي أجسام العباد قوة يستطيعون بها رؤية الله عز وجل. نعم.